خلينا نكمل حديثنا عن السكيزوفرينيا ونتحدث عن الانترفينشن. هلا ايش الانترفينشن المستخدمة للسكيزوفرينيا؟ طبعا ممكن نستخدم ميديكيشن، واللي بيصرف هاي الميديكيشن هو الطبيب النفسي. ممكن نستعمل interdisciplinary treatment، يعني medication plus other approaches, behavioral therapy, cognitive behavioral therapies or other therapies. وخلينا نشوف نعرف ايش دور المعالج الوظيفي في علاج السكيزوفرينيا، occupational therapy role. هلا المعالج الوظيفي ممكن يستخدم هاي الاساليب، حتى انه هاي التكنيك حتى انه يعالج الشخص اللي عنده سكيزوفرينيا. ممكن يستعمل social skills training. كيف يعني social skills training؟ طبعا كل واحدة من هاي التكنيك بدها محاضرات حتى نشرحها. احنا بنركز في هاي المادة على شرح الاختلالات النفسية وتشخيصها. هاي التكنيك ممكن نناقشها الفصل القادم او في نهاية الفصل حسب الوقت. طيب السوشيال سكيلز تريننج، الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا بيكون في عندهم مشكلة بالسوشيال سكيلز، بالمهارات الاجتماعية، ما بيعرف كيف مثلا يجامل الناس، ما بيعرف كيف يروح يشتري من السوبر ماركت بطريقة مظبوطة، كيف يقدم نفسه لما بيروح على حفلة، إذا حدا سأله سؤال معين كيف يجاوب عنه بطريقة صحيح، يعني بطريقة سليمة. فالمعالج الوظيفي ممكن يعلم الشخص اللي عنده سكيزوفرينيا هاي السوشيال سكيلز، مثلا بالفحص، مثلا ممكن يكون عندي شخص ما بيعرف انه يقدم نفسه اذا كان في حفله، ممكن اعلمه كيف يقدم نفسه اذا كان في حفله. طبعا في عندي عده اساليب للسوشيال سكيلز تريننج، مهارات كثيره للسوشيال سكيلز تريننج بحاجه لمحاضره فيما بعد. الكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، الشخص اللي عنده سكيزوفرينيا احيانا بيكون في عنده مشكله في تفكيره خاطئ، في عنده اعتقادات خاطئه، تفكيرات خاطئه، خاصه اذا كان في عنده بارانويا، اذا كان عنده سكيزوفرينيا بارانويد تايب، دائما عنده شك، بيعتقد انه كل الناس بيراقبوه، كل الناس بدهم يؤذوه، كل الناس. فهذا اذا غيرت الاعتقاد الخاطئ والتفكير الخاطئ اللي موجود عنده ممكن يتغير سلوكه، ممكن يتغير سلوكه. هذا المبدأ الرئيسي اللي بتقوم عليه الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي. كوجنيتيف ريميدييشن، إعادة التأهيل العقلي. كثير الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا كثير من الأحيان بيكون في عندهم مشكلة في القدرات العقلية، عندهم مشكلة في الذاكرة، عندهم مشكلة في الانتباه، عندهم مشكلة في التركيز. فأنا شو بشتغل؟ بشتغل معاهم أكتيفيتي تنشط الذاكرة، تنشط الانتباه، تنشط التركيز. شغلي معهم بهاي الأكتيفيتي بسميه كوجنيتيف ريميدييشن، إعادة تأهيل القدرات العقلية، كوجنيتيف ريميدييشن. أو social cognition training. social cognition training إذا كان في عندهم مشكلة في العلاقات الاجتماعية بالذات، مشكلة في العلاقات الاجتماعية. social cognition training يا شباب تشبه social skills training، لكنهم بدمجوا social skills training مع cognitive remediation، بخلطوهن مع بعضهن البعض، بيطلعوا لي إشي اسمه social cognition training، يعني بيعلموا مهارات اجتماعية وبيعلموا قدرات عقلية، انتباه وتركيز، بدمجوهن مع بعضهن البعض بتكنيك واحد اسمه social cognition training. أوكي؟ بالنهاية أنا بيكون في عندي أهداف علاجية بتعامل فيها مع المريض، وهاي الأهداف العلاجية بشتغل عليها وبعطي للمريض ثيرابيتيك أكتيفيتي، أنشطة هادفة عشان أحسن المشكلة النفسية أو العقلية أو الاجتماعية أو الأكاديمية اللي بتكون موجودة عند المريض. تمام؟ أوكي. حكيت لكم في السابق إنه it's not ethical إني أستخدم أدوية الأمراض النفسية للمريض لوحدها بدون علاج سلوكي. يجب إني أجرب العلاج السلوكي أول، إذا ما نفع بستخدم العلاج السلوكي مع الأدوية. ليش؟ لأنه الأدوية اللي بيستخدموها للنفسية لها أثار جانبية كثير، ولها أثار جانبية صعبة وسيئة على المريض. من ضمن الآثار الجانبية طبعا في نوعين من الأدوية اللي بستخدمها للسكيزوفرينيا. في مجموعة بسميها conventional antipsychotic medication اللي هي بتكون آثارها الجانبية كثير، وفي نوع بسميها conventional antipsychotic medication أو atypical، للنفي atypical antipsychotic medication، هاي آثارها الجانبية أقل.
طيب ليش ما دائما ما نستخدم الاتيبيكال انتي سايكوتيك ميديكيشن وهي اثارها الجانبيه اقل؟ ليش ما بستخدمها دائما؟ السبب في ذلك يا شباب انه احيانا المريض ما بزبط معه الكونفنشنال انتي سايكوتيك ميديكيشن، ما بتجاوب معاه، ما بستفيد منها، بضطر اني استخدم الاتيبيكال مع اثارها الجانبيه وما استخدم الكونفنشنال بستخدم الاتيبيكال او ما استخدم الكونفنشن اللي هي بيستعملوها. اذا السايد افكت اوف كونفنشنال انتي سايتيك ميديكيشن ممكن تكون اكاثيزيا. الاكاثيزيا از ا سبجكتيف سنس اوف انر ريستلسنس منتال ان ايز ايريتابيليتي اند ديسفوريا. الشخص بيكون في عنده قلق، حركه زياده، غير مرتاح، تمام. ديستونيا is the occurrence of painful and frightening muscle cramp اللي هو بيصير في عندي تشنج وتصلب بالعضلات، مؤلم جدا، تمام، وممكن يستمر 12 إلى 48 ساعة، ممكن يحتاج إنه المريض يذهب للمستشفى عشان تخف الأعراض. فالدستونيا أيضا من side effect of conventional antipsychotic medication. ممكن يصير في عندي hyperprolactinemia، بيصير في عندي زيادة في هرمون البرولاكتين. زيادة هرمون البرولاكتين ممكن تعمل لي أمينوريا، انقطاع في الدورة، ممكن تعمل لي غلاكوتوريا، زيادة إفراز الحليب، وغيناكوماستيا، بصير في عندي ازدياد في حجم الماستويد أو البريست، ممكن تصير عندي أوستيوبروسيس، هشاشة عظام، ممكن تعمل لي أيضا إمبوتنس عقم. فالهايبربرولاكتينيميا، زيادة هرمون البرولاكتين، لها كثير آثار جانبية ممكن تنتج عن الانتيسايكوتيك ميديكيشن. ممكن أيضا يصير عندي نيوروليبتيك مالجنانت سندروم. النيوروليبتيك مالجنانت سندروم هذا بيصير من أعراضه هايبرثيرميا، زيادة الحرارة، مصل كولر ريجيديتي، تصلب بالعضلات، ممكن يصير في تغير في الحالة العقلية عند المريض، تمام. فأيضا هذا من الآثار الجانبية اللي بتكون للأنتيسايكوتيك ميديكيشن. ممكن يصير في عندي باركنسونيزم، إشي بيشبه أعراض الباركنسون ديزيز، ممكن يصير في عندي رجفة، بطء في الحركة، تصلب في الحركة، slow thinking، حتى تفكيرهم بيكون بطيء، مش بس حركتهم بطيئة، تفكيرهم حتى بيكون بطيء. ممكن يصير في عندهم أيضا tardive dyskinesia. tardive dyskinesia involuntary repetitive movement، حركات لا إرادية. ممكن هاي الحركات الإرادية تكون بالعضلات الوجه، وممكن تكون أيضا في الأطراف، بتصير عند 70% من البيشنت. فكل هاي أعراض سيئة جدا للأنتيسايكوتيك ميديكيشن، عشان هيك بنحاول دائما علاج سلوكي قبل ما نعطي أدوية. من أيضا السايد إفكت، ممكن يصير في عندي أنتي كولينرجيك سايد إفكت لايك دراي ماوث، بصير في عندي مثلا جفاف بالفم، ممكن يصير في عندي إمساك، كونفيوجن، مشكلة في الذاكرة. أحيانا، مش أحيانا يعني، في بعض الأحيان بصير في عندي مشكلة في تخطيط القلب بالQT interval بالإلكتروكارديوغرام، مشكلة في تخطيط القلب، تخطيط القلب عندهم ما بطلع طبيعي. أحيانا بصير في عندي مشكلة بالإسوفيجيال ديسموتاليتي، بصير يغصوا بالأكل، وبصير في عندهم حالات غص واختناق، ويدخل الأكل على مجرى النفس أيضا، وهذا ممكن يزيد احتمالية الإصابة في النيمونيا أو الالتهاب الرئوي. مرات بصير في عندهم orthostatic hypotension، هبوط بالضغط مفاجئ، وما يتبعه من أعراض. ممكن يصير في عندهم venous thromboembolism، تجلطات دموية داخل الأوردة الصغيرة، تمام. ممكن يصير في عندهم مشكلة في هضم الجليكوز والليبيد، فبرتفع عندهم السكر في الدم، وبترتفع عندهم الدهون أيضا في الدم، وبصير في عندهم زيادة وزن. تخيلوا كل هاي الأعراض للأنتيسايكوتيك ميديكيشن، فإذا اعتمدنا عليها وأعطيناها للمريض، إحنا حقيقة بنكون نتعامل بطريقة unethical. لازم يكون في علاج سلوكي أول، وإذا ما زبط نستخدم علاج سلوكي زائد الميديكيشن في أقل دوز إلها ممكن إنه يستفيد عليها المريض، أوكي؟ طيب، ما هو دور المعالج الوظيفي
في هاي الحالة؟ أول إشي نتأكد إنه المريض بأخذ دواء. كثير مهم إني أتأكد إن المريض ملتزم بأخذ الدواء بالوقت المناسب، تمام؟ patient may not always be the best reporter of their symptoms. كثير مرات المرضى بيحكي إنه ماخذ الدواء ما بيكون ماخذ الدواء. لازم يكون في طريقة إلي أتأكد إنه المريض ماخذ الدواء. طبعاً المرضى اللي عندهم سكيزوفرينيا بيدخنوا بطريقة جنونية. يقال إن النيكوتين اللي موجود في الدخان بخفف الأعراض اللي موجودة عندهم، لذلك دائماً مرضى السكيزوفرينيا بيدخنوا وبيدخنوا بطريقة كبيرة وبيشعروا إنهم بيرتاحوا لما بيدخنوا. على جميع الحالات إحنا لازم نساعدهم إنه يخففوا التدخين قدر الإمكان، ونساعدهم في طرق لتخفيف التدخين. social work، المريض اللي عنده سكيزوفرينيا بيكون في عنده مشكلة في التعامل مع العائلة وفي التعامل مع المحيطين حواليه والأصحاب والأصدقاء. فمن أهداف العلاجية أنا كمعالج وظيفي إني أساعده كيف إنه يتعامل بطريقة صحيحة مع العائلة، مع الأصحاب، كيف إنه يعبر عن مشاعره وأحاسيسه، كيف يحكي بطريقة مناسبة، كيف يقدم نفسه، كيف لما يزعل يعبر عن زعله بطريقة صحيحة، لما ينبسط أيضا كيف يعبر عن انبساطه بطريقة صحيحة. فتعاملي مع الشخص اللي عنده سكيزوفرينيا بيشبه كثير تعاملي مع الطفل اللي عنده توحد، تقريبا بنفس الكيفية. يعني أصلا في هنالك كثير ناس بتخربط بين تشخيص السكيزوفرينيا عند الأطفال والتوحد عند الأطفال. في كثير أطفال بيشخصوا أنه عندهم توحد، في الحقيقة بيكون في عندهم سكيزوفرينيا، والعكس أيضا صحيح. يعني دائما التعامل مع الشخص اللي عنده سكيزوفرينيا يشبه التعامل مع الشخص اللي عنده توحد. vocational rehab، كثير ناس من نتيجة أعراض السكيزوفرينيا بيفقدوا عملهم أو بصير في عندهم مشكلة في عملهم. ممكن إحنا نساعدهم إنهم how to go back to their work، وإذا كان صعب إنه يرجع لعمله السابق كيف إنهم يلاقوا job، كيف يلاقوا وظيفة أخرى بتناسب شخصيتهم وأمورهم. بنساعدهم كيف يرجعوا self esteem، كيف يحسنوا قدراتهم العقلية، كيف يرجعوا باك يأخذوا مهارة العمل اللي كانوا يقوموا فيه، أو إذا فقدوا هذا العمل كيف يمتلكوا مهارة عمل جديدة على أساس أنهم يحصلوا وظيفة جديدة وعمل جديد. العمل كثير مهم للناس اللي عندهم مشاكل نفسية، لأنه بيشعرهم بيحسن السلف استيم عندهم، بيشعرهم بذاتهم بأهميتهم. فالعمل كثير مهم. بالنسبة لموضوع الدايت، أنا ذكرت أنه في بعض الأدوية النفسية بتتفاعل مع بعض أنواع الطعام وبتزيد الأمور سوء عند المريض، لذلك يجب أنه يأخذ المريض السكيزوفرينيا استشارة من أخصائي التغذية إيش الأدوية اللي بيقدر أنه يأخذها. الشغلة الثانية، في بعض الأدوية بترفع الدهون، بترفع السكر، فلازم المريض يكون على حمية من الدهون والسكر عشان ما يزيد وزنه بطريقة كبيرة، وندخل بمشكلة سكيزوفرينيا ومشكلة سمنة ومشكلة دهون ومشكلة سكري. أوكي، فلازم ننتبه على هاي الأمور. activity، ذكرنا إنه الphysical activity، الرياضة والحركة والرياضة تحديدا من أهم الأشياء اللي بتحسن النفسية لجميع المرضى النفسيين، ومن ضمنهم السكيزوفرينيا، وبالسكيزوفرينيا بالذات على الأقل عشان ما يصير في عندهم weight gain بسبب الأدوية اللي بتعاطوها. الأكتيفيتي أيضا بتخفف كمية الدخان اللي بيستهلكوه، لأنه ببطل يفكر بالدخان زي الأول، بينشغل بالرياضة بالحركة، فبالتالي بتخفف الريسك of smoking اللي موجود عنده، يعني زيادة وزن وزيادة سكر وزيادة دهون وتدخين، فبصير في عنده ريسك انه يموت المريض ويصير في عنده جلطة ويموت، مزبوط، because of that. فهاي من ضمن الاشياء الرئيسية اللي لازم انه نركز عليها للمريض اللي عنده سكيزوفرينيا. حكيت لكم التكنيك اللي ذكرتها في السابق تبعت social skills training cognitive behavioral therapy high techniques، رح نخصص لها محاضرات خاصة فيها ونشرح فيها اكثر واكثر ان شاء الله.